مساء الخير يا مرات عرفت ان أبوك هم بيته وراح عند اختك في الحواكمه راح عند بيته وماله كلها بيوت مم؟ ما انتوا بيوتكم كتير عقبال ما يجي يزورك هنا ولا خلاص قطع معاكي وقال ماتت طول ما هو طيب وعلى ظهر الدنيا انا مبسوطه يجيلي ما يجيليش هو حر هو حر قلناش حاجة بس ما يرمي واحدة ويدي خيره للتنين للتانيين خيره في يعني متى الخير فلوس وورث وبس الخير في الرباية وهو رباني أحسن تربية واقعد باقي عمري أقول كتر خيره كتر خيره وخيرك تلاقي السن الكبير خلى عقله خف أبويا عجله يوزن بلد ولا عقله خفيف هو اللي هيجيب سيرة الناس بالباطل رايحة فين يا معدلة؟ يا يعني هتقعد العمر كله عروسة في السرير ده بيت عايز خدمة وإحنا ما عندناش خدمين زيكم اللي يعوزه بلال هعمله غير كده كل واحد يخدم روحه عن إذن